تقبشيني مع احلاكي. صدقيني صدقيني انت واخي احلى عصفورين بشوفهم بحياتي كلها. يقبشني بنت حماي الكربونجي انا. انت اللي ما في منك. شو بدي ابو فستو؟ ها تشرف الحلو. كيفكم؟ الحمد لله تمام. واجبت لك النقرشات اللي بتحبيها. مبلش. كثير طيبة هي انا كثير بحبها. خذي كلمي. هون في طعمي اختك. هلا انا حاسب حسابك ماني حاسب حساب. خلص هلا بس رشات نزلت بجبلها. تفضلي. لا لا حبيبتي ما بدي انا. بالاذن. ذوقيها كثير طيبة. شكرا. انت الثاني هي كلمة بتنقال يعني؟ يعني عادي ما بدك كل هاد ما بدك كل قلبة هالخلق. يعني انت المفروض تضيفها مو انا روح اجي طعمية. خلص بسيط. بعدين اختي وبعرفها. شوي تاني بتفردت. لا تحكي لي. الو كيفك؟ طيبة شو هالطبخات هدول؟ هذا طبخك؟ ايه وحياتك انا سيد مين طبخ الطبخة؟ هلا بتدوقي وبتدعيلي. رولا لا تقولي بدك تاكلي هون. بزعل منك ها؟ يعني ايه بناكل هون، ليش لحتى ما ناكل هون؟ يعني كان وين بدنا ناكل؟ طابخت لنا طبخة بتاخذ العقل كثير طيبة. ايه ايه اخي يلا ليكني رح اسكت. لا اختي لا تعذبي حالك، انا اليوم رولا عازمة على البيتزا برا. لا انا ما بدي اطلع اكل بيتزا، بعدين مرام طبخت كرمالنا يعني ما حلوه لازم ناكل معها. شبك حبيبي؟ ما انا طالع كرمالك، ليش غيرتي رايك؟ يلا روحي البسي. مازال هيك معناتها مرام اطفي تحت الاكل وتعالي اطلعي معنا، بنروح كلياتنا بناكل بيتزا. حبيبي يعني مرام بجوز عندها اشياء تعملها، بعدين واحد طالع هو ومرته، شو بدها تعمل مرام معنا؟ ايه ايه مزبوط كلام. اطلعوا لحالكم لانه انا مالي محل بينكم. بالاذن. لك يا الله منك، انت عرفان حالك شو عم تعمل هلا؟ انت عم تعمل مشكله كثير كبيره بالبيت، انت عم تخلق شرخ كبير، عم تعمل فتنه وغيره بيني وبين اختك. فتنه وغيره؟ ليش اختي شو ممكن تغار منك؟ يا حبيبي فاهم علي، الوحده بتحب انه اخوها يعاملها مثل ما بيعامل مرته، لازم تحس بحنيتك عليها واهتمامك لها، ما بيصير تعمل هيك، ما بيصير، هذا الشيء بده ينعكس علي وعليك. أنا رايحة أحكي معه بصالحة. لساتك زعلانة ما؟ ليكي أنا آسفة وأنا جد عم فكر إنه انسحب من حياته لطلال، لأني عم حس إنه أنا صرت سبب بمشاكل هذا البيت كله. لا أكيد أنتي ما خصك، بالعكس أنا بكون مبسوطة بس شوفك أنتي وأخي مبسوطين. الله يهنيكم. أختي أنتي زعلانة مني شي؟ انت بتعرفي انه تزعل الدنيا كلها ولا تزعلي مني انت؟ يعني انا شوي مهمل وبعترف بهذا الشيء. شكلها زعلانه والقصه صار بدها كوردون بلو. ها ليكك عرفت انا شو بحب اكل. هو كان على اساس عزمنا على البيتزا ها؟ ايه بس مرام بتحب الكوردون بلو. يلا قوموا البسوا احسن ما غير رايي ها؟ الله يخليكم لبعض يا رب. قومي يا اختي قومي. حاضر.